فكرة على حالة الطقس وتحب تعرف زعما طقس اليوم كيفاش باش يكون، هذا اللي باش نكتشفوه تسويت في الميتيو. ميتيو ميتيو ميتيو، أحوال الطقس على الحياة الفارغة. كالعادة أحوال الطقس ناخذوها من مصدرها من الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي، ونلقاو إمكانية ظهور ضباب محلي مطروحة في الساعات الأولى للنهار بالمناطق الشرقية، ومن ثم فترات مشمسة تدخل لها سحب عابرة لغير ارتفاع نسبي متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 18 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 22 درجة و 28 درجة ببقية المناطق. نشاط الرياح يتواصل نسبيا قرب سواحل الشمالية، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال ومتموج إلى قليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية. بالنسبة للقيروان باش تكون فما سحب عبر درجة الحرارة بالنسبة للقيروان المدينة في حدود 16 درجة، سبيخة زيدة 16 درجة، وشراردة والوسلاتية كذلك 16 درجة، وحاجب العيون 18 درجة. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت 5:15 دقيقة، الظهر نص نهار و37 دقيقة، العصر 3:48 دقيقة، المغرب 6:22 دقيقة، وصلاة العشاء 7:46 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم ودعواتكم. هذه كانت أحوال الطقس اليوم 8 مارس 2023.